عسلي ما مدام. الله يسلمك بنتي. بيسعلي. الحمد لله، الحمد ونشكره. تحية الأهالي الجزائر الكل. الله يسلمك عايشك. قدم لنا روحك. مدام جهيدة من الجزائر، جينا هنا على جل يعني على جل الاستشفاء إن شاء الله. إن شاء الله بالشفاء. إن شاء الله آمين يا رب العالمين. يعني نشكر كل الطاقم الطبي اللي كنا يعني اللي كان قائم بينا وكان في المستوى في مصحة توفيق، وبالأخص الدكتور، نشكر الدكتور فتحي راح لي الاسم يعني. انت باش تعالج؟ على العلاج يعني علاج. حاسيلو ان شاء الله لاباس؟ ان شاء الله. اول مره تجي لتونس؟ لا جينا عدة مرات يعني سياحة، وهذه المرة بالذات كانت علاج. لا مش محسوبين. يعني كنا بزاف، جينا بزاف. علاش اخترت تونس للسياحة؟ للسياحة والله تعجبني، يعني احنا شعب واحد وعنا يعني تراث واحد وعنا تقاليد واحدة وعنا ذاك، يعني انا نستراح يعني في تونس، نستراح لها، نستراح لعبادها، نستراح نحسهم شعب واحد، يعني مانيش بعيدة في ذاك، نحس روحي راني في الجزائر، مانيش غريبة ولا شو. هذه هي كي تبدا في تونس ويسمعوا اللهجة نتاعك الجزائرية يفرحوا بيك ولا؟ بالطبيعة سي سيغ سي سيغ، يعني نتحسهم يعني نتحس بروحي تونسية ونتحسهم هما يتحسوا بروحهم جزائريين. هذا علاقة التوانسة بالجزائريين معناها هو علاقة نسب وعلاقة يعني ما نحسهاش يعني هذاك، هو يعني نتمنى وإن شاء الله ما تكونش حدود، تكون يكون شعب واحد وتكون بلاد واحدة وتكون يعني ما نديروش هذا الحدود هذه اللي تكون يعني تفرق شوية. مع جات الكورونا هذه وجات شوية شغل بعدت الناس يعني حتى في العائلة يعني، وكانت الناس تفرقت وتبعدت على بعضها هاي، وزادت حتى فرقت يعني هكذا الشعوب على بعضها. احنا ماذا بينا يعني املنا يعني املنا ان الحدود ما تكونش خلاص، لازمش يكون بيناتنا حدود، ما تكونش هذا ولا ان شاء الله. هو اخر تتمنى؟ نتمنى والله نتمنى ان شاء الله الصحه والهنا لكل الشعب التونسي والشعب الجزائري بالخصوص، ونكونوا شعب واحد، مغرب عربي موحد ان شاء الله. هذا املي في الصحه لكل الناس يعني. امين. عندك اصدقاء توانسه ولا؟ عندي. كيفاش تعرفتوا على بعضكم؟ والله من خلال يعني الزيارات اللي كنت نجي يعني هذا، كنت كل مره ندير علاقه يعني مع وحده، وكانوا الحمد لله يعني نعمل الصديقات ونعمل نعمل يعني ربي ان شاء الله يدوم الصداقه ويدوم المحبه بين الناس. ونشكرهم نشكرهم نشكرهم يعني اللي دعموني يعني معنويا ووقفوا معايا، يعني كسوا في كي كنا نجيو يعني سياحه والله في العلاج يعني. الحمد لله. فما شكون من صحابك توانسه جاك للجزائر؟ لا مالوغوزمون. نتمنى والله غير نتمنى ونكونوا يعني هذاك يكونوا في ضيافتنا. الشيء اللي لاحظته في هذا العام الاخر، التوانسه دخلوا بزاف للجزائر، ما كانوش يجيو يعني بصح العامين الاخرين هذو دخلوا بزاف، وكان يفرحنا يعني شيء يفرحنا يعني اللي نكونوا شعب واحد يعني ما كانش فرق. شنو الحاجات اللي عجبوك في تونس؟
خلاف اهلها اللي احنا كما قلت انت خاوه خاوه. هذه ما نهدرش عليها، هذا شيء مفروغ منه يعني. الشيء اللي يعجبني فيها نفس الحاجة اللي تخليك مرتاحة كي تجي لتونس. السياحة عندهم يعني بلد سياحي يعني بامتياز. بلد كما نقولوها على فيه العيادات الصحية يعني يقوموا بالمريض، يقوموا بالذاك. هذه ثانية حاجة يعني تفرح وحاجة يعني تساعد الناس. هل صحيح انه الشعب الجزائري محافظ شويه؟ قوي بزاف. الشعب الجزائري عنده يعني كي نقول لك كون نبدا نحكي لك على الشعب الجزائري يعني ماشي زوخ، ماشي يعني فخر بالشعب الجزائري، لكن هذه كيما نقولوها الطبيعه فيه، طبيعه في الشعب الجزائري انه الشعب تاع نيف، احنا نقولوا تاع نيف يعني كي تحقيه تلقايه، كي تحقيه تلقايه يعني رجله، احنا نقولوا في بلادنا رجله يعني هذا. ومحافظ بالطبع محافظ، احنا الدين عندنا الدين الاسلامي لازم نتقيدوا به، ولازم لازم يعني هذا الشعب الجزائري. كون نبدا قلت لك نحكي لك عليه من حتى لذاك ما نقدرش نوفيك الميزات اللي فيه. يعني يقولوا انه الرجل الجزائري صعيب برشا. ماشي صعيب حزار كما تقولوا انتوما. هي تاعش معناها حزار يعني احنا نقولوا جالو كوا. يحب المرأة تكون كيما نقولوها تكون كي تكون ملكه، ما يحبش واحد يشوف فيها والله. هذه بطبيعة هذه يعني شيء عادي يعني هذاك. بصح يقولوا بصح الرجل الجزائري من أطيب يعني الرجال. طبعا. فما حاجة تختلف هكا شوية من الجزائر لتونس؟ هكا حاجات صغيرة؟ احنا كيف ما فما أكيد حاجات. العادات. العادات ربما ما يعني مانيش ملاحظتها بزاف يعني باعتبار يعني مانيش أنا داخلة في كما نقولوها في الأسرة التونسية، ولا نعرف التونسية الأسرة التونسية على ذاك. ما نكذبش عليك أنا يعني هكذا في العموم نشوفهم يعني شعب واحد وعقلية واحدة، والطاغ الجزائري شوية وهذا من ميزاته يعني من ميزات الجميلة في الرجل الجزائري. يعني قديش عندك ملف في تونس توا؟ عندي 10 ايام. نعطيك كلمة الختام. كلمة الختام ان شاء الله تكون المحبة، وتكون ونكونوا شعب واحد يعني بمعنى الكلمة، يعني شعب واحد بمعنى الكلمة، وما تكونش حدود بيناتنا. هذا صح.